قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله وما أنا من المشركين. إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. لنلقى رضا الله في كل حال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي باق أبدا لا يموت وهو على كل شيء قدير. يقول في حديثه القدسي الجليل فيما رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم أتى المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأً من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا فاضت دموع العاشقين تسيل. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. أيها الإخوة الأحباب، جئتكم اليوم مبشرا. الحبيب يقول كما عند الإمام الحاكم بسند صحيح: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وعند الإمام مسلم بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يجيء الله عز وجل بيهودي أو نصراني فيقول: يا مسلم هذا فكاكك من النار، يا مسلم هذا فكاكك من النار. وفي لفظ
لا يموت عبد مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار يهودياً أو نصرانياً. واسمع إن شئت إلى قول مولاك: أولئك هم الوارثون. لله دور الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: أولئك هم الوارثون. إن الله خلق الإنسان يوم أن خلقه وجعل له مكانين: مكاناً في الجنة إن هو أطاع ووحد، ومكاناً في النار إن هو عصى وأشرك. فيرث المؤمن أماكن الكفار على كثرتها. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الحبيب، يا من يئن قلبك لما وصل إليه حال الأمة، كأن القرآن الكريم يسمع أنين قلبك، وكأنك تسأل القرآن الكريم سؤالاً من الأهمية بمكان: كيف أجد قلبي؟ أين أجد علاج همي وغمي وأحزاني ومشاكلي؟ إذ بالقرآن يجيب: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. آية محكمة وتبدأ بحرف جر. قال أهل العلم: هذا دليل على علاقتها بما قبلها، وما قبلها هي آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وكأن سائلاً أيضاً قد سأل: إن هذا النور هو الذي يبدد ظلمات القلب وأحزان النفس وهمومها ومشاكلها، أين أجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. قال الكريم: بيوت، ولم يقل بيت. لو كان بيتا واحدا لكان بيت الله الحرام أو بيت المقدس أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قال: في بيوت، ليشمل كل بقعة تقام فيها الصلوات الخمس من أمثال هذا البيت العامر. في بيوت، ولم يقل في دواوين ولا في مقاهي. وحال الأمة يرثى له. بينما أنت تأتي إلى الجمعة، هدية الله عز وجل للأمة، الحبيب يقول كما عند الإمام مسلم وغيره: لقد أضل الله عز وجل عن يوم الجمعة من كان قبلنا، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، نحن الآخرون، أي زمانا، المتقدمون يوم القيامة. والحبيب يقول كما عند أصحاب السنن بسند صحيح: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، وفي لفظ: ولم يلغو، كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها. هل تصدق الحبيب إنك يوم الجمعة إذا فعلت هذه الأشياء البسيطة: غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها؟ هل تصدق الحبيب
هل هذه الأمة تصدق نبيها؟ بين أنا آتي والناس في طرقاتهم يبيعون ويشترون. يا أمة الإسلام، هذا يوم الجمعة، هذا المفهوم يجب أن يصحح. هدية الله للمسلمين، أين المسلمون من هدية الله عز وجل لهم في بيوت أذن الله أن ترفع؟ ما الذي يرفع؟ أهي تلك البيوت؟ نعم والله ترفع. اسمع إلى ما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن: إن بيوت الله عز وجل تتراءى للملائكة كما ترون أنتم النجوم في السماء. أم أنت أيها الحبيب أنت الذي ترفع إذا دخلت بيت الله عز وجل؟ نعم والله ترفع. وسوف نثبت عما قليل من السنة الصحيحة كيف يرفع هذا العبد عندما يدخل بيت الله عز وجل. أم ترفع عنك الهموم والأحزان والآلام؟ نعم والله ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو وقت الفجر. واسألوا المساجد عن وقت الفجر كيف هو أنينها لحال المسلمين وقت الفجر بالغدو والآصال وقت المغرب. من أجل ذلك قال مولانا: رجال لا يستطيع ذلك إلا الرجال، لا يتنزل النور في بيوت الله إلا على الرجال. قال ابن كثير رضي الله عنه قال مولانا: رجال ليحفز الهمم، رجال. وقال الشنقيطي رحمة الله عليه قال: رجال لتعلم النساء أن صلاتهن في بيوتهن أفضل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فضح القرآن القلوب، فضح القرآن القلوب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذه الآية تذكرك بآية الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا يقول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ولم يذكر الشراء. فضح القرآن القلوب، تعلقت القلوب بالدنيا. إن المكسب في التجارة وفي البيع، أما الشراء فقد يكون المكسب فيه مؤجلا. فضح القرآن القلوب، إن القلوب تعلقت بالدنيا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولله ضر. الإمام القرطبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن قال: قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق بينما هم يبيعون ويشترون، حتى إذا سمعوا الله أكبر تركوا كل شغل وبادروا. وقال ابن مسعود وسالم رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانا يعملان في السوق، كان أحدهما يعمل بياعا، فإذا كان الميزان في يده لا يضعه على الأرض عندما يسمع الأذان، وإنما يتركه يقع، وإذا كان الميزان في الأرض لا يرفعه. أما الآخر فكان يعمل قينا، وهو من يصنع سيوف التجارة، إذا كانت المطرقة على السندان لا يرفعها، وإذا رفعها وسمع الأذان لم ينزل بها، وإنما رماها من خلف ظهره. في هذين وفي أمثالهما نزلت: رجال لا تلهيهم
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم يحفز الهمم أكثر وأكثر فيقول: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم يحفزهم أكثر فيقول: ليجزيهم الله بما عملوا. أبدا لم يقل ذلك، وإنما قال بأحسن ما عملوا. إن جزاء أصحاب المساجد ليس بما عملوا، وإنما بأحسن ما عملوا. ليس هذا فقط، وإنما قال: ويزيدهم من فضله. الله. ليس هذا فقط، وإنما قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا أهل بيوت الله، حياكم الله ورفعكم الله ونصركم الله. اسمع ولكن بقلبك إلى ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال لهم الملك، كما عند الترمذي بسند حسن: وقال لهم الملك قوموا مغفورا لكم. فيقول ملك: يا ربنا إن فيهم من ليس منهم، لقد جاء يسأل حاجته ثم انصرف. يقول الكريم: هم القوم لا يشقى جليسهم. بالله عليك أيها الحبيب، هل تفكرت يوما في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده؟ والله لو تفكرت فيها ما نمت هذه الليلة شوقا إلى مولاك. الله يقول وذكرهم الله في من عنده. وهل خطبة الجمعة الآن إلا اجتماعا على ذكر الله؟ اسمع ولكن كما قلت بقلبك إلى قول مولاك في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال جمهور المفسرين: هي خطبة الجمعة، هي خطبة الجمعة. أنت الآن ذكرك الله في من عنده. هل تفكرت يوما في هذا المعنى؟ إنني إذا قلت لك الآن مثلا: لقد رأيت رسول الله في الرؤيا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليت اليوم الجمعة فقل لفلان رسول الله يذكرك، رسول الله يذكرك. هل ستنام هذه الليلة؟ الحبيب يقول: الله يذكرك. أيذكرك ثم يعذبك؟ والله ما هذا بظننا بالكريم، فهو عند ظن عبده به فليظنن فيه ما شاء. أيها الحبيب، جئتك كما قلت اليوم مبشرا. والحبيب يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وعند الإمام مالك: ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتى يعود إليها. قال النووي: ليس معناه أن يديم المسلم الجلوس في المسجد بالكلية، وإنما يذهب ثم يعود. وقال ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه: هو من التعلق مثل هذا القنديل المعلق في المسجد، كناية عن التعلق القلبي. ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمبارك فوري يقول: مثل المؤمن، مثل المؤمن إذا دخل بيت الله
كالسمك في الماء لا يريد الخروج. ومثل المنافق وهو في المسجد كالعصفور في القفص، فأي الغاديين أنت أيها الحبيب؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، واسمع إلى هذا النص النبوي يكتب بماء الذهب والله. الإمام الترمذي يسأل الإمام البخاري عن سند هذا الحديث، فيقول البخاري: هذا سند حسن صحيح، وهذه درة من درر الأسانيد لا يفقهها إلا أهل الحديث. البخاري يقول للترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا الحديث يسمى عند أهل السنن حديث اختصام الملأ الأعلى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات، في الكفارات وفي الجماعات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وقت السبرات. الله. وفيه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: فمن حافظ عليهن، أي على الصلوات الخمس في بيت الله عز وجل، عاش بخير ومات بخير ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل تصدق النبي؟ وعند الإمام ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء وأسبغه ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله عز وجل له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. هل تصدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الأبرار؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب، أي جلس في المسجد، ورجع من رجع. وهذه سنة مفقودة أحيا الله من أحياها، الجلوس في المسجد بين المغرب والعشاء. ابن رجب في لطائف المعارف يسميها إحياء ما بين العشاءين، المغرب والعشاء، سنة مفقودة أحيا الله من أحياها. فعقب من عقب بعد صلاة المغرب، ورجع من رجع، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسرعا وقد حفره النفس وقد انحسر ثوبه عن ركبتيه، يقول: إن الله عز وجل قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. إن الله عز وجل قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. واسمع إلى ما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. هل تصدق النبي؟ صل عليه. ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. رجل خرج في سبيل الله، ورجل دخل على أهل بيته فسلم، ورجل توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي،
وإن مات دخل الجنة. ورجل توضأ في بيته لا يريد إلا الصلاة، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. ويقول أيضا كما عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح: المسجد بيت كل تقي. اسمع، وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هل تصدق الحبيب؟ هل تصدق حبيبك عندما يقول ذلك؟ ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الحبيب، هل تصدق الحبيب؟ هل تصدقه في أن رفع همك وكشف كربتك وما أهمك من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة لا يكون إلا في بيت الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من تعلق قلبه بالمسجد. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح لا يخرج من مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وعند الترمذي وحسنه الألباني: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من غزو أو من سفر لا يدخل بيته حتى يدخل المسجد فيصلي ركعتين، وهو في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل عن المسجد وعن أحوال المسجد وعن أحوال الناس في المسجد، فيقولون: يا رسول الله، هم بخير وهم ينتظرونك. فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، تقول أم المؤمنين عائشة: فيخرج يهادى بين رجلين، يحمل النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين وقدمه تخط في الأرض من الوجع حتى يجلس إلى جوار الصديق. هذا هو فعل الحبيب مع المحبوب. يا من تريد أن تكون محمديا، هكذا كان الحبيب مع المسجد. وكثير من الصحابة ماتوا في المسجد، وكثير منهم كان مأواهم المسجد. أما السلف الصالح فحدث ولا حرج. هذا سعيد ابن المسيب سيد التابعين يقول: والله منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، وما رأيت قفا إنسان في الصلاة أبدا إلا أن يكون الإمام. وكان يقول: من حافظ على الصلوات الخمس في المسجد فقد ملأ البر والبحر عبادة. وهذا الربيع ابن خثيم أحد شباب التابعين، كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما يلقاه يقول: وبشر المخبتين، والله لو رآك رسول الله لأحبك. كان الربيع يقول: والله إني لآنس بصوت عصفور المسجد أكثر مما آنس بزوجتي وأولادي في البيت. وكان الإمام الشيرازي يقول: إذا افتقدتموني في المسجد فأنا في المقبرة. وقد يسأل سائل الآن فيقول: هذا هو الحبيب، وهؤلاء هم أصحابه، وأولئك هم تلاميذ الصحابة،
فهل بقي من هذا الخير شيء؟ هذا ما نجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا. وأصلي وأسلم صلاة باقية دائمة على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. والسؤال: هل بقي من هذا الخير شيء؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما عند الترمذي وغيره بسند حسن: أمتي كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. يحدثني بعض الدعاة أنه رأى في إحدى القرى رجلا ضريرا بلغ من الكبر عتيا، ولا يريد أن يضيع صلاة واحدة في غير الجماعة الأولى في المسجد، ولكنه يستحي أن يسأل الناس أن يذهبوا به إلى المسجد ثم يعودوا به إلى البيت، فربط حبلا بين باب داره وباب المسجد، إذا أراد الصلاة بالجماعة الأولى أمسك بالحبل، وإذا أراد أن يعود إلى بيته عاد بنفس الطريقة. هل هذا عبد الله بن أم مكتوم؟ أبدا والله، إنه يعيش في هذا العصر في إحدى قرى كفر الشيخ. وهذا الكاتب الشهير أرخان محمد علي يقول: كان في القرن الماضي رجل من فقراء المسلمين يسمى خير الدين أفندي. هذا الرجل الفقير كان يعمل عملا يدويا بسيطا، ولا يملك من الدنيا إلا قوت يومه، ولكنه أحب بيوت الله وأحب أن يكون من المعمرين لبيوت الله، فأحب أن يبني لله مسجدا. ماذا يصنع؟ أتى بصندوق كبير وكان يضع فيه، كان أولا يأكل ما يقيم صلبه، يأكل ويشرب ما يقيم صلبه، وما فاض عن حاجته يضعه في هذا الصندوق، وكان يقول: كأنني أكلت. عندما يشتهي نوعا من حلوى أو من لحم أو من طعام يقول: كأنني أكلت. وبعد مدة ليست بالقصيرة يفتح الصندوق ويخرج ما فيه ويشتري قطعة أرض يضرب حولها سورا ومئذنة، ثم يموت الرجل. فيختلف أهل البلدة: لماذا نسمي هذا المسجد؟ قالوا: نسميه بنفس الكلمة التي كان يقولها هذا الرجل، فأصبح الآن مسجد كأني أكلت، أعظم المساجد في تركيا الآن. قال عنه أهل العلم: عندما تزور هذا المسجد وكأنك في بيت الله الحرام، تستشعر أنفاس هذا الرجل المخلص: صندي يدم مسجد كأني أكلت. ويذكر مغسل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما غسلت موحدا إلا ظهرت عليه علامة أو علامتين من علامات حسن الخاتمة، أسأل الله أن تكونوا جميعا من أهلها، أو علامة من علامات سوء الخاتمة عفنا الله وإياكم منه. إلا رجلا من فقراء المسلمين كان غسله تحت سلم في مكان ضيق مظلم، يقول: وعندما اقتربت من الرجل أضاء وجهه نورا، فخلعت ما على رأسي ووضعته على وجهه فازداد النور، أضغط على بطنه هكذا يقول فلا يخرج منه أي شيء، بالرغم من أني أخبرت أنه في المستشفى منذ 6 أشهر، فعلمت أنه مات صائما.
ولما سألت قالوا نعم كان صائما في هذا اليوم. يقول وإذ بالميت وأنا أقلبه يمينا ويسارا يتقلب بمنتهى اليسر تخرج منه رائحة ليست من روائح الدنيا. حتى بكى الحاضرون جميعا. يقول جئت لأوضئه فإذ بي أرى أصبع السبابة يشير علامة التوحيد. يقول صممت على أن أكون أنا من أحمله إلى المسجد للصلاة عليه. حملناه إلى المسجد ووضعناه في مؤخرة المسجد وإذ بالمسجد جميعا يتركون اتجاه القبلة وينظرون ناحية الميت يشتمون الرائحة فقد ازدادت بمجرد دخول المسجد. وإذ بإمام المسجد يقوم فيقول أيها الناس أخلصوا الدعاء فلقد انطفأ اليوم نور من أنوار الله في هذا المسجد. هذا الذي بين أيديكم الآن ما صليت صلاة منذ 20 سنة إلا هو عن يميني أو هو عن يساري. واسألوا عمال المسجد كيف كان يصر أن يكون آخر قدم تخرج من المسجد، وكانوا يفتحون المسجد فيجدونه بالخارج يقرأ القرآن ينتظر أن يفتح له. يقول المغسل صممت أيضا أن أكون أنا من أدفنه. يقول والدفن تحت الأرض ودرجة الحرارة أكثر من 40 درجة. يقول وعندما نزلت إلى مقبرته وكأني في جهاز تكييف لم أستطع حمل الرمل لبرودته فخلعت ما على رأسي لأحمل فيه الرمل لأدفن هذا الميت. وهذا طبيب من أطباء المسلمين يحكي أنه رأى رجلا من فقراء المسلمين يحتضر. هذا الرجل الفقير حوله أولاده، والعجيب ابنه يحدثه يا أبي إننا بخير وعمي فلان يسلم عليك، والنبضات منخفضة جدا نبضات القلب. يقول وعندما يقول له ولده يا أبي إن مكانك في المسجد كما هو إذ بالنبضات ترتفع، يا أبي عندما تركت الأذان لم نجد من يؤذن مثلك إذ بالنبضات ترتفع، وعندما يذكر الدنيا إذ بالنبضات تنخفض وكأنه يموت، وعندما تأتي سيرة الصلاة والأذان والإقامة إذ بالنبضات ترتفع حتى أفاق الرجل. أيها الأحباب، يا عمار بيت الله، إن لأهل المساجد علاقة خاصة بالملائكة. اللهم اجعلنا من رواد المساجد، اللهم اجعلنا من عمار المساجد، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل المساجد. اللهم اقبضنا إليك غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن جنتك لا تحرمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تكسيرنا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال، لنلقى رضا الله في كل حال.